نقضي حاصر خليه حاصير، ولنا معتمدين على الخباز ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعه. اجوا التتر وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي اهل البلد في البلد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حقوق الناس. نناقش في هذه الحلقة واقع المكتب الطبي في معبر باب الهواء الحدودي، وبالضبط حالات الدخول للمرضى والخروج، سواء للحالات الساخنة وسواء للحالات الباردة. نستضيف وإياكم لهذه الحلقة الدكتور علاء عموري مدير المكتب الطبي. أهلا بك دكتور علاء. أهلا وسهلا فيك أخي، الله يكرمك. الله يبارك فيك. نبدأ الحوار بعد متابعة هذا الريبورتاج. أعزائي المشاهدين، عملية صعود المرضى السوريين الذين سوف يذهبون إلى المشافي التركية لتلقي العلاج اليوم صباحا الساعة 8 صباحا، حوالي 20 حالة، معظمهم مرضى بالقلب والأمراض السرطانية وأيضا العينية والأمراض التي لا يوجد لها علاج في المشافي السورية في المناطق المحررة. الآن سوف يصعدون إلى هذه الحافلة لأجل الدخول إلى المعبر التركي واستقبالهم من قبل الجانب التركي المعني بالجانب الطبي لأجل تلقي العلاج في المشافي التركية. سوف نرافق هذه الحافلة أثناء رحلتها لوصولها للمعبر التركي من أجل تسليط الضوء على ما يجري معهم داخل هذه الرحلة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية. هلا نحن الآن يعني في الباص السوري المتجه لمعبر باب الهواء التركي. نعم. أنت معك بنتك حالة مرضية مو هيك؟ نعم، حالة مرضية قلب. إيش وضعها تحكي لي؟ وضعها هلق يعني هي في البداية جت خلقة طبيعية مرض قلب وكذا، وبعتنا لما كان عمره 4 سنوات على فرنسا على مشفى خاص هنيك بالأمراض القلبية عن طريق جمعية. نعم. جمعية اسمها جمعية الأخاء السورية. أيوة. وعملوا له العملية الأولانية يعني أول عملية، وهلق بحاجة لعملية تانية. العملية التانية لما الطفل صاحب المرض بيكبر وبيوع على هذا بحاجة لصمام أكبر مشان يضخ على الدورة الدموية على الجسم بشكل كامل ومظبوط. والوضع عندنا بسوريا بسبب الوضع والحرب أي ما بقى في طلع، جهزنا أوراق وجواز وشغلات كذا، بعدين ما قدرنا نطلعها ووضعها سهل شوي، فقالوا لنا هون بلكي في يعني عن طريق تركيا مثلا عن طريق العيادات بيحولوكم على تركيا كذا. جينا على العيادات، العيادات حولونا هلق على تركيا، وان شاء الله هون في تركيا بلكي ان شاء الله بيصل العمليه. قد استركوا انتم مسجلين على الدور او تراجعوا؟ صار لنا حوالي شهرين والله. صاروا شهرين. شهرين عم نراجع، وحكم ميعاد جينا من يومين، ردوا اعطونا ميعاد لبعد يوم ثاني وجينا اليوم. حضرتكم من وين؟ من وين؟ نحن من معبر النعمان مدينه كفران. الله يعطيكم العافيه. ما عادش احكي مع الاخت. السلام عليكم. الله، كيفك؟ كيف صحتك؟ الحمد لله بخير. مرتاحه نفسك؟ ايه الحمد لله. يعني انت راح تروحي تاخذي ان شاء الله تركبي صمام في تركيا ان شاء الله؟ تفائلي؟ الحمد لله ان شاء الله. الله يشفيك. امي رايحه تركيا انت؟ ايه والله رايحه تركيا. شو معك؟ والله عيني توجعني، عمليه جراحيه زرع عدسه. ايه بتروحي اول مره هيدا بتروحي ولا رحت سابقا؟ لا والله رحت قبل هالمره. ايه شو صار معك؟ وجع عيني. سحب عدسه. ايه فصل شبكة. هذه شو نساوي؟ الله يفرج إن شاء الله. الله يفرجها إن شاء الله، يعني تحسن. والله بعد العملية إن شاء الله تحسن إن شاء الله وتعالى، لأني ما أشوف بيها، سويت العمليتين ثلاثة وما أشوف بيها.
وإن شاء الله بعد هالعملية هاي إن شاء الله أشوف بيها إن شاء الله وتعالى يحسن الوضع. طبعا هون ما في علاج لهي العملية هذا الوضع. والله ما في علاج والله صار لي 3 أشهر وأني ناطرة وقلت بلشي يحكوني هون يساون لا ما في علاج هنا. حضرتك من وين؟ من أذلب. عليك العافية إن شاء الله يا رب. الله يسلم فيكم الله يسلمكم الله ينطيكم العافية. السلام عليكم. الله يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلا وسهلا. أنت رايحة الآن على تركيا. شو وضع البنت؟ والله بنتي هلا حاليا عم تاخذ جرعة كيماوي. شو السبب شو معها؟ سرطان على الدماغ كتلة. قد ايش صار لها؟ صار لها 2 سنين عم عالجها. عالجت أول شيء بالشام لفترة سنين وهلا بتركيا لفترة سنين كمان. أنت الآن رايحة مراجعة؟ إيه رايحة مراجعة عندها جرعة ورايحة مشان نعطيها الجرعة. كل قديش تاخذ جرعة؟ كل قديش تاخذ جرعة؟ كل 21 يوم. وانت بتروحي معه وترجعي؟ اي اكيد بنضل 5 أيام هناك بالمشفى ونرد نرجع. اي مشفى؟ والله بأضنة النيمونة. طيب زوجك وين؟ سوريا هون. كيف اجراءات الدخول والخروج وهيك؟ في صعوبة في تسهيل؟ عادي عن طريق المركز الطبي يعني بنفوت ونطلع. في تحسن ان شاء الله؟ ان شاء الله بس والله ما بعرف هلا قيم لقيتها شوي تعبانه وان شاء الله تحسن يعني بيد رب العالمين ان شاء الله الشفاء. عليها العافيه يا رب. الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الله يعطيك الف عافيه. السلام عليكم. يعطيك العافيه. حضرتك مريض؟ لا لا جايب 6. شو وضع ستك؟ تعبانه كثير ما عم تحسن تنام. يعني ما عندها حاله لنقلها لتركيا؟ لا في عندها 4 شرايين مقطعه وكثير امراض معها. ايه ده اجباري يعني نقل لتركيا. ايه شو قالوا لك هون؟ والله لسه تو جبنا مخطط لهم القسم القلبيه. ايه سابقا كانت هي في تركيا؟ راحت تركيا ولا لا هون كانت في سوريا؟ سوت شي عمليه؟ عملت من زمان عمليه بحمص وما لسه عملت شو؟ قلب الشرايين. هاي شد عمرها هي؟ شي 70 سنة. عليها العافية إن شاء الله. الله يعافيك. السلام عليكم. السلام. حجي من وين أنت؟ من تل أبيض. شارع تل أبيض. طال أبيض. هلا نحن الآن في معبر باب الهوى. أنت عم تنتظر الباص لحتى يجي تطلعوا على المشفى التركي مهم. أيوة. إيش بوضع بضع بنتك؟ إيش بها بنتك؟ والله وياها قلب وبالقلب زي ما قلب شيء سمية. إيه. حالوك من هون على تركيا؟ ايوه. قد ايش صار لك عم تراجع هون؟ والله صار نراجع تخاتل مدي وجينا على ولد الحلال تخاتل راسا مشون قالوا انه نروح بدنا نحولكم على تركيا. وين تعالجتوا قبل ما تجي لهون؟ بعطمه. بعطمه مش في عطمه؟ ايه. وما مشي الحال قالوا لك لازم تروح تركيا؟ ايه. قد ايش صار لك تسجل دور هون؟ والله جيت من صار لي 15 يوم هنا على العيادات. وأول أسبوع ما حلوني وثاني أسبوع حلوني جيجا يوافقوا لنا الله يجزاهم الخير. وإن شاء الله اليوم طالعين. وإن شاء الله اليوم طالعين إذا الله يسر. طالع أنت وبنتك؟ لا ابني إيه؟ وبنتي أنا ما طالع. جاي تودعهم بس؟ إيه. يلا بالسلامة إن شاء الله. الله يسلمكم ويحفظكم ويخليكم ويحماكم من كل شر. الله يكرمك. الله يكرمك. بايس عرفات بايس عرفات ورشا واصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا انت معك طفلتك المتوفيه؟ اي والله. قديش عمرها؟ والله صار عمرها بيجي 4 ايام. 4 ايام؟ اي. ولدت وين بتركيا ولا بسوريا؟ والله بسوريا. إيه شو اخذها تركيا؟ اي والله هنيك بالمستشفى الدكتور حالنا ان هاي البنت ما لها علاج هون الا تاخذوها على تركيا. إيه اخذناها ما في 2 أو 3 وتوفيت على البنت. يعني هي اجت بـ8 يعني ما هي كاملة مع تشوهات برقبتها وبجريها ما الله يرحمها ماتت يعني. الله يرحمها. أول ولد لك؟ اي والله أول ولد. ليش أنت ما طلعت مع تركيا؟ والله ما خلونا يعني ما خلونا ما في غير تطلع هي. مين طلع معها؟ أنت قلت توني أنه طلع مع حدا.
أنا طلع مع واحد والله من هون، أنا جينا على المعبر طويت على استلمه وتواصلت معه نيك حكينا معه. استلم منك هون ودخل على تركيا؟ إيه دخل على تركيا. هو رجع؟ إيه هو أكيد رجع هو نفسه، يعني حكيت معه الزلمة الله يعطيه العافية، يعني فوتنا الله يعطيه العافية الزلمة، يعني ما والله تواصل معنا تواصل معنا كل يوم تواصل معه. ليه مش فكانت بتركيا؟ والله نسيت اسم المستشفى يعني نسيته والله. طيب هلا أنت كيف استلمتها؟ والله استلمناه من هو عند الشباب مع البراد. يعني خبروك قالوا لك تفضل خبرونا إن... انا تعست الماء هي صارت بالمعبر اساسا بيحرون جيبها ما صلنا اليوم جينا. انت من وين؟ من داديخ. وين داديخ سيارة؟ بصيب ضيع سرائب. والان جاي تدفن بنتك؟ اي والله. المرافق هو اللي خبرك؟ اي والله هو خبرني انه توفت بنتك وجابها. اجت على المعبر تعست الماء بالبراد نقطة طبي نقطة صفر. شلون شفت الوضع لما دخلت البنت؟ لما دخلت على تركيا يعني كيف كان التعاون معك؟ والله كويس تمام كان التعاون، يعني شافوه عالم قريبين يستلموا يعني تمام الوضع. لا أنا أقصد يعني كان في سرعة بإجراءات الدخول من الجانب السوري والجانب التركي ولا كيف؟ والله بسرعة دخلوك فورا؟ فورا يعني ما والله الله يعطيهم العافية فورا يعني ما وقفت أبدا. الله يعطيكم العافية الله يرحمه والله يعوضك بالأحسن. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا انت في المكتب الطبي لمعبر باب الهوى، شو عم تسوي؟ انا بدي اطالع ابني، ابني مريض قلبيه. قديش عمره؟ عمره 5 سنوات. يعني اعطوك ايحاء لتسوي عمليه لابنك في تركيا؟ ايه لسه ما قدمت على الورقه لسه ما وقعوا لي عليها، تنشوف ايمت يعني ان شاء الله نطلع. انا كانت معي ورقه، كانت معي موعد الطلعه 15/5 بس اجلونا، كان المعبر مسكر اجلونا لهلق، قالوا نرجع بعد شهر، رجعنا بعد شهر هلق معي ورقه. بس انا عندي انا مره ارمله، ما عندي حدا هون بنوب الله ولا حدا بتركيا. بدي اطالع اطفالي معي، يعني الكبير عمره 9 سنين، 9 سنين بخليه عند بيت خوله لجوزي، بس بدي اطالع بس 3 أطفال الصغار اللي معي. ما بتعرف العمليه ابني يعني اسبوع شهر شهرين، كيف بدي اخلي هاي طفل صغير ما بسكت، كيف بدي اخليه هون عند مين بدي اخليه؟ بس بدي اطالع الاطفال معي. انت من وين؟ انا من تدمر. ونازل حلوين؟ نعم نازل حلوين. نازل حلوين على ادلب عدانه. ساكنة في الدانة نفسها؟ ايه ساكنة نفس الدانة. ولا بمخيم؟ لا بالدانة. والآن عم تنتظري انه يسمحوا لك بإخراج أولادك معك؟ ايوه ايه بس على الأقل هي الطفل سامحوا لي بالرضيع، بس هي عمرها 3 سنين بس يدخلوا معي بس. الله يوفقك يا رب. الله يسلمك. الله يعطيك العافية أنت. الله يسلمك. كما ترون الآن نحن الآن أمام البوابة التركية من معبر باب الهواء الحدودي، يتم الآن التدقيق من قبل الجانب التركي في أسماء وبطاقات الأشخاص الذين سوف يدخلون إلى الداخل التركي للعلاج. الآن الشخص الذي يدقق في الهويات والبطاقات هو شخص تركي، بالإضافة إلى الدكتور مدير المعبر المكتب الطبي في معبر باب الهواء الحدودي. يتم التدقيق بين الهويات أيضا والأشخاص. دكتور الآن نحن رافقناكم للبوابة التركية، لاحظنا أنه في حالتين بقيت هون الجانب التركي رفض دخولهم. الحالة الأولى الطفل هاد شو وضعه؟ هذا الطفل مرضه تأخر تطور روحي حركي، عمره 2 سنين تقريبا، حولوه على تركيا من أجل دراسة واستقصاءات تصوير رنين وتحاليل استقلابية. بنظر التركي رجعوا لأنه الحالة بيعتبر أنه مي ضرورية مثل حالات السرطان أو القلب أو الجراحات، فبيعتبر حالة بسيطة لذلك رفضت. تركي يعني في عدة مرات بيرفض حالات بسيطة مثله، نحن بنكون مسجلينه واخذ حالة نظامية، ولكن بيوصل على تركي التركي بيرجعه. طيب مثل هيك حالة في لها علاج بسوريا؟ لا ما لها علاج بسوريا. ومع ذلك رفضت؟ طبعا. اعتبر أنه في أولوية لحالات أخرى؟ صحيح. طيب الحالة الثانية؟ الحالة الثانية في عندها مشكلة بالمرافق، يبدو أن المرافق ما مسجل أو في عنده مشكلة بالمرافق، المريضة ما كان عندها مشكلة، فالمرافق اختار أنه ترجع المريضة لأنه هو ما طلع معه. ولكن يعني أنتم مسجل على قوائمكم كمرافق، الجانب التركي هو اللي ما سمح دخوله كمرافق؟ لا المرافق ما مسجل على قوائمنا، على القائمة التركية ما مسجل. لنشوف إيش المشكلة، هلا راح نبحث بالمشكلة. الله يعطيكم العافية. انتهت الآن من قبل الجانب التركي إجراءات تدقيق الأسماء والأشخاص الذين سوف يدخلون إلى الجانب التركي لتلقي العلاج. هنا في مدخل البوابة التركية هناك أشخاص من المكتب الطبي في معبر باب الهواء الحدودي من الجانب التركي يقومون بتدقيق بطاقات، وأشخاص
المرضى السوريين الذين سوف يدخلون إلى الداخل التركي لتلقي العلاج. حوالي 20 حالة، معظمهم من النساء والأطفال والرجال المصابين بأمراض مستعصية كالقلب والسرطان والعين، سيدخلون اليوم. هناك مناشدة إنسانية لأن تزداد أعداد الحالات التي يجب أن تدخل إلى الجانب التركي يوميا، بحيث تستطيع أن تغطي الكسر الكبير والحاجة الكبيرة للأعداد المتراكمة. حوالي أكثر من 1500 حالة تنتظر الدخول لتلقي العلاج في الجانب التركي. هذه المناشدة هي للجانب التركي وللمنظمات الإنسانية الطبية المعنية بالشأن الطبي. دكتور علاء، ما هي الحالات، عدد الحالات المسموح بدخولها إلى تركيا، سواء الحالات الباردة وسواء الحالات الإسعافية الساخنة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. بالنسبة للحالات الباردة، يتم إدخال يوميا 20 حالة بمعدل 5 أيام أسبوعيا بسبب وجود عطلة السبت والأحد عند الأتراك، يعني بمعدل 100 حالة بالأسبوع. أما بالنسبة للحالات الساخنة فلا يوجد عدد محدد لها يومي، حسب الحالات الواردة إلى نقطة الإسعاف الحدودية في معبر باب الهوى. قبل فترة انخفض عدد الحالات الباردة إلى 5، وهذا العدد قليل جدا، حتى عدد 20 هل هو كافي؟ عدد 20 ليس كافي، بسبب أن لدينا مسجل على جداول المكتب الطبي في معبر باب الهوى 1400 حالة مرضية في الربع الأول من عام 2017. أما فكرة انخفاض عدد الحالات إلى 5 حالات يوميا، هي فكرة ليست كافية، بسبب أن المعبر أغلق بشكل تام بتاريخ 21/4، ثم أعيد فتحه بتاريخ 17/5 بمعدل 5 حالات يوميا فقط، وتم رفع العدد من قبل الأتراك إلى 10 حالات بتاريخ 24/5، ثم زيد العدد إلى 20 حالة بتاريخ 29/5. نعم دكتور، من هو المسؤول عن انخفاض عدد الحالات المقبولة للدخول إلى المشافي التركية من الحالات الباردة؟ يعني انخفاض حاد وشديد، خاصة كما تقول أن هناك 1400 مريض بحاجة إلى الدخول إلى تركيا اليوم، صحيح؟ صحيح. وبحاجة لعلاج ورعاية صحية، فما هو السبب؟ هل هو السبب الجانب التركي بشكل محض، أم أن السبب هو مثلا كما سمعنا أن هناك فساد في هذه المنظومة بشكل عام أو في أحد جوانبها، وبالتالي أدى ودفع للأتراك لخفض هذا العدد؟ السبب الأساسي هو من تخفيض عدد الجانب التركي بحجة عدم عودة المرافقين الخارجيين مع الحالات المرضية بنسبة 60-70%، بسبب عودة المرضى وعدم عودة المرافقين. طب هذا الأمر ليس له علاقة، يعني عدم عودة المرافقين ليس مبرر لعدم السماح للمرضى بالدخول إلى تركيا؟ هذا كان الحل التركي، إغلاق المعبر بشكل كامل بتاريخ 21/4 ثم فتحه بالتدريج بتاريخ 17. يعني إذا كان لدينا مشكلة ممكن إيجاد حل لهذه المشكلة، عدم مثلا وجود مرافق، نشترط مثلا وجود الأب أو وجود الأم أو وجود الأخ الشقيق مثلا. هذه الشروط كانت موجودة، ولكن كثير من الناس يعني فضل كمرضى أو مرافقين البقاء في تركيا والسكنة بها أو مغادرتها إلى بلد آخر ومتابعة حياته بسبب الظروف المعيشية اللي كانت موجودة في الجانب السوري. إذن حتى المرضى قد لا يعودون إلى سوريا أيضا. ما هي الأمراض والحالات الباردة التي يسمح لها بالدخول إلى تركيا ضمن 20 حالة؟ بشكل عام الجانب التركي لا يحدد لنا أي حالة مرضية لإدخالها، ولكن قررت إدارة المعبر التركيز على الأمراض الأساسية المهددة للحياة، هي الأمراض القلبية والأورام السرطانية بادية ذي بدء، بسبب أن لدينا 800 حالة مرضية، يعني نحتاج إلى حوالي شهرين ونصف حتى إدخال جميع المرضى إلى تركيا. وهذه المرضى هؤلاء المرضى لا يختلف عليه اثنان في إدخالهم هو من الأولويات. نعم، نعود للسؤال السابق دكتور، موضوع الفساد الذي سمعنا عنه كثيرا في وسائل التواصل، أن هناك يعني يتم إدخال ناس مقابل مبالغ مالية مع المرضى، وهذا الأمر يعني ما مدى صحة هذا الأمر؟ هذا الأمر ليس بالصحيح من الجانب المعبر أو المكتب الطبي في المعبر، ولكن ربما يكون هناك سماسرة موجودين خارج المعبر يقومون بهذا العمل. نحن قمنا ويوجد هناك ضبوط جنائية بإلقاء القبض على الكثير منهم وتم تحويلهم إلى القضاء. إذن أمر سمسرة أكثر من هو أمر؟ لا، الأمر ليس مرتبط بإدارة المعبر أو المكتب الطبي في المعبر، أو خطأ تنظيمي أو خطأ. صحيح. طيب دكتور، ما هي الحالات التي هي بحاجة لعلاج في تركيا وتركيا ترفض استقبالها؟ الجانب التركي لا يرفض استقبال أي حالات، هناك حالة واحدة فقط كان يرفض استقبالها، هي حالات طفل الأنبوب، زراعة طفل الأنبوب. ولكن من سياسة المعبر
سياسة طبية زراعة طفل الأنبوب. زراعة نعم. طفل الأنبوب. السبب؟ السبب أنه هذا الأمر ليس من الأولويات بالنسبة للسوريين حاليا في ظل الحرب. نعم. فقط الأمراض المميتة. نعم. ما هي شروط الحالات التي يسمح لها بالدخول إلى تركيا؟ بكل بساطة يعني على المريض مراجعة العيادات المختصة في مشفى باب الهواء، ثم الطبيب يرى إن كان هو بحاجة لتحويل يحوله إلى المكتب الطبي في معبر باب الهواء أو العكس. إذا الأمر القرار من العيادات بشكل كامل. العيادات بداية الرحلة تبدأ من العيادات، حيث يحول الطبيب المرضى الذين هم بحاجة للتحويل إلى تركيا، ثم يقوم المكتب الطبي في معبر باب الهواء بالتنسيق حسب الأحواج في الأحواج في التحويل إلى تركيا. ممكن أن يقوم الطبيب بإحالة هذا المريض إلى تركيا ويوافق المكتب الطبي ثم يرفض ذلك الجانب التركي؟ غالبا لا، هناك بعض الحالات القلبية رفض الجانب التركي إدخالها بحجة أنها ليست بحاجة لإجراء قسطرة قلبية، ولكن تم حل هذا الأمر مع مشفى الدولة بالريحانية. إذا سمح لهم بالدخول أم لا؟ سمح لهم بالدخول بفضل الله. جيد. ما هي الإجراءات المتبعة للحصول على إذن دخول للعلاج؟ نفس الإجراءات التي ذكرناها سابقا. إذن العلاج لا يحتاج من الجانب التركي إلا التقديم على هوية تركية الكملك ثم الانتظار. إذا دخل المريض أنهى إجراءاته في سوريا، أولا يأتي المريض إلى مشفى باب الهواء، يراجع العيادات الخارجية. نعم. الطبيب يقرر إحالته لتركيا للعلاج في المشافي التركية. المكتب الطبي يقوم بالإجراءات المطلوبة وينسق مع الجانب التركي يدخل هذه الحالات. نعم. من هنا نبدأ، يعني نبدأ من الجانب التركي من الحدود. عندما يصل المريض إلى الحدود التركية تنتهي مهمتنا كمكتب تنسيق. ليس لديكم يعني بعض الموظفين في الجانب التركي حاليا؟ بالنسبة للقسم البارد لا يوجد لنا. نعم. يوجد موظفين للقسم الإسعافي مثلا؟ حاليا سيتم إن شاء الله شبكة من المرافقين لتغطي موضوع منع الأتراك لإدخال المرافقين مع الحالات الإسعافية، تربط الداخل السوري بالداخل التركي بحيث أنه يكون المريض مخدم بشكل كامل إن شاء الله فور دخول إلى الأراضي التركية. نعم. باقي الإجراءات؟ باقي الإجراءات الإجراءات. تمام. يتحول المريض من الحدود التركية إلى مركز الأمنيات التركي في المعبر التركي لأجل الحصول على الهوية المؤقتة. نعم. ثم يحول مجددا إلى مشفى الدولة بالريحانية، حيث يقوم الطبيب التركي بالتأكد من الإحالة المحول فيها من سوريا ويحوله إلى العيادة الاختصاصية، ثم تبدأ مسيرة العيادات والتحويلات من مشفى إلى آخر بغية إتمام العلاج. وموضوع العودة دكتور؟ موضوع العودة أمر ميسر، في أي وقت يرغب المريض أو المرافق بالعودة إلى سوريا بإمكانه العودة إلى نقطة البدء مشفى الدولة بالريحانية والخروج مع الباصات القادمة إلى سوريا بشكل طبيعي بدون طبيعي. أي أمر أيسر. نعم. من يمنح إذن الدخول؟ إذن المعبر التركي. إذن الدخول تقصد فيه طبيا؟ نعم. طبيا هو طبيب، هو الذي يقرر، الطبيب الفاحص في مشفى الدولة بالريحانية. طيب دكتور، ما هو دور الجانب التركي بعد ذلك إذن؟ بعد ذلك لا يوجد للجانب التركي أي دور سوى استقبال المرضى السوريين مثلهم مثل المرضى الأتراك، يعني يكون المريض التركي والمريض السوري يعني واقفين على نفس الدور أمام العيادات الاختصاصية في المشافي المحولين إليها. نعم. دكتور، لا يوجد هناك أي ميزة خاصة. دكتور، في مشكلة حقيقة أرقت الناس بشكل كبير جدا، هو موضوع المرافق. ما هي الحالات التي يسمح في الوقت الحاضر دخول المرافق معها؟ تمام. بالنسبة للحالات الباردة كما ذكرنا أنه من تاريخ 30/5 وإلى الآن بدأ سمح الجانب التركي بإدخال المرافقين مع الحالات الباردة. المعنيين بإخراج المرافقين هم الأطفال تحت 10 سنوات، النساء، العجز، ومن جملتهم المعاقين. طبعا يتم الأمر بالتنسيق في إدارة المعبر السوري، حيث يوقع المرافق على كفالة وتعهد بوجود كفيل آخر موجود بالداخل السوري يضمن عودة هذا المرافق في فترة أقصاها 3 أشهر فما فوق. إذن العجز، النساء، الأطفال تحت 10 سنوات، هؤلاء يحتاجون إلى مرافق، يسمح لهم بمرافق ويسمح لهم بالدور، يعني حتى اللحظة هذه، حتى هذه اللحظة يسمح لهم بالدور، يسمح لهم بمرافق. نعم. جيد. طبعا من تاريخ 30/5 يعني بداية الشهر السابق سمعنا عن إلغاء لموضوع المرافق للمرأة والطفل. ألغي الأمر من تاريخ 17/5 حتى تاريخ 1/6، ألغي الأمر بشكل كامل. بعدين بعد النقاشات الطويلة بين إدارة المعبر السوري والتركي تم السماح لهم بتعهد الجانب السوري بعودة المرافق. عودة المرافق بتعهد من من الجانب السوري؟ بتعهد المكتب القانوني في إدارة المعبر. نعم. بناء على ذلك يسمح لهم. نعم. طيب الحالات الساخنة هل يمكن إدخال مرافق معها؟
الحالات الساخنة بدأ الأتراك مصابية مثلا القصف مصابية المعارك يعني هلق نحن عنا الحالات الساخنة تنقسم إلى ثلاث أقسام إصابات الحربية والحوادث النساء القسم الثالث هو الأطفال الخداج المحولين من المشافي التوليد إلى الجانب التركي مباشرة منع الجانب التركي إدخال المرافقين إلا للأطفال من تاريخ 1/5 كان سابقا يسمح لهم بالدخول أما بتاريخ 12/5 فوجئنا بمنع المرافقين بشكل كامل عن المرضى حتى ولو كان الطفل عمره ساعة حديث الميلاد يمنع يمنع منع بتاريخ إذن حالات الساخنة يمنع وبقي للحالات الباردة إلى الآن نعم طب أليست الحالات الساخنة بحاجة لمرافق وعناية أكثر؟ أحوج بكان الحل التركي هو بوجود أعضاء المكتب الطبي الموظفين هنا بالنهاية إداريين ومسعفين بالخروج مع هذه الحالات إن كنا راغبين بتحويلها إلى تركيا كم هو عدد هؤلاء الأشخاص؟ 10 يكفوا للمثلا ما يكفوا ولكن هن يعني هم المعنيين فقط بالقدرة على الخروج إذا بالنسبة للأطفال حاليا للحالات الساخنة وبالنسبة لي تم إلغاء الأطفال حتى مرافق الطفل تمام من تاريخ 21/5 عفوا طيب بالنسبة للحالات الباردة من يحدد المرافق وكيف يتم التأكد من صلته بالمريض وهل هناك مخالفات؟ المخالفات موجودة بشكل عام خاصة في هذه الأيام في ظل غياب بعض الوثائق عن كثير من الناس يتم التأكد بالوثائق الموجودة بين أيدي المرافقين والمرضى في حال كانت الوثائق نظامية وفي حال عدم وجود الأمر يمكن الاستعاضة بوثائق صادرة عن المحاكم الشرعية ودوائر النفوس موجودة في المناطق المحررة وبقليل من الأسئلة للمرافق بإمكانك تستنتج بكل بساطة أن هذا الشخص هو قريب لهذا المريض أو لا طيب بالنسبة للحالات الباردة سعيتم كما قلت لي قبل قليل وتناقشت مع الجانب التركي وتوصلتم إلى ضرورة إيجاد يعني وجود يعني مرافق مع المريض واتخذتم إجراءات حتى يعود هذا المرافق فهل قمتم بنفس الأمر وذات المسألة بالنسبة للحالات الساخنة وأيضا تناقشتم مع الجانب التركي ووجدتم حل لهذا الأمر يعني هل يعقل طفل عمره يوم يعني يدخل إلى تركيا يعني بمفرده أكيد دون لا متابعة لا دون الأمر. كذا يعني هذا الأمر ليس مشكلة أو امرأة يعني. مثلا أو فتاة صغيرة أو كذا يعني هذا أمر مزعج جدا الأمر غير منطقي وخاصة في موضوع النساء يعني المتوسطات العمر يعني الأمر وجود المحرم خاصة في الحالات الإسعافية أمر ضروري طب هذا الأمر يعني يجب أن يراعى من الجانب التركي ماذا فعلتم لحل هذه المشكلة؟ لم نصل إلى نتيجة لأنه الجانب التركي فرض علينا أمر الكفالة عودة المرافق وهذا الأمر غير متأتى لدينا على الإسعاف ما أستطيع أنا خلال نصف ساعة أحضر المرافق وأتأكد من الثبوتيات أوقع وفي حال إخراج قديما كنا نخرج بعض الحالات مراعين الجانب الصحي للمريض بتحويله بسرعة أكبر من إخراج المرافق من التأكد من ثبوتيات المرافق أقصد فصادفنا عدة حالات يكون المرافق لا يمت بأي صلة للمريض ونحن ما نستطيع على نقطة الإسعاف الحدودية من التأكد أنت بين يديك يعني مريض مهدد بالموت ما تصل أنت تفتح تحقيق مع المرافق أنت مين وين ثبوتياتك وهويتك وخاصة إذا جاي في حالة يرثى لها هل هذا الأمر ممكن أن يكون في حالات إصابات المعارك أو إصابات القصف أما بالنسبة للنساء وبالنسبة للأطفال فهذا ممكن جدا أن يكون مثلا والد الطفل والد الطفل شقيق الطفل مثلا أغلب الناس يأتون بدون أي ثبوتيات مثل ما قلت لك يعني سابقا تعرضنا لعدة إذا مشكلة الثبوتيات ممكن حل مشكلة الثبوتيات يعني الثبوتيات أغلب الناس حاليا في المناطق المحررة لا تملك ثبوتيات دوائر السجل المدني مفتوحة للجميع دور السجل المدني ولكن الامر للاسف التزوير فيها امر شوف اخي دوائر السجل المدني عمل صحيح وجيد ورائع جدا ولكن اماكن التزوير ومكاتب التزوير المنتشره ممكن يعني تقوم نفس المقام صحيح ولكن ممكن ان تتاكدوا من صحه هذه الوثائق يعني لا يعقل ان انا ارسل ابني عمره يوم واحد الى تركيا وهو في حاله حرج جدا صحيح يعني لعدم ايجاد آلية قانونية معينة للتأكد من صلة القرابة أو شيء طيب ولكن المشكلة عندما يأتيك مرافق مع حالة إسعافية ويخرج معه ويكون محضر للثبوتيات وافترض أنه هوية سورية نظامية قديمة تتفاجأ أنه الشخص ليس والد للطفل يترك الطفل في المشفى التركي ويهرب إلى تركيا ويتابع حياته في حين هذا الطفل في حال توفي في المشفى التركي
لا نستطيع تخريجه من المشفى التركي، لأنه المشفى التركي لا يخرجه إلا للشخص الذي قدم معه. لا نستطيع القيام بأي جراحة له في تركيا، لأنه المشفى التركي لا يسمح لنا بذلك إلا بتوقيع الشخص الذي خرج معه، وبالتالي الأمر صار بعد أخلاقي أكثر من أنه بعد صحي. طب ألا يوجد حل لهذا الأمر؟ يعني استفدنا بالشرح، ولكن يعني هذا أمر يعني جدا، يعني خروج مرافق مع النساء وخروج مرافق مع الأطفال الصغار. حاليا الحل هو كان بإنشاء منظومة إسعاف داخل في الداخل التركي وداخل السوري، تربط المرافقين، مرافقي الطفل أو مرافقي المصاب، بتواصل مباشر مع شبكة من المرافقين موجودة من المشافي التركية، تقوم بمقام الأهل ويكون وتكون معتمدة من الجانب السوري والتركي. هل يمكن للمرافق يعني كما قلت قبل قليل ترك المريض في تركيا؟ هل حدثت هذه الحالة؟ حدثت، هذا حوادث كثيرة. يترك المريض ويذهب ويتابع حياته. طب بناء على ماذا تم يعني اختياره كمرافق لهذا المريض؟ عندما يأتيك في سيارة الإسعاف رجل ويحمل الطفل ويقول هذا ابني، ما تستطيع أنت أنه تسأل الطفل وتقول له هذا أبوك ولا لا، تمام؟ وخاصة إذا كان التحويل خلال نصف ساعة لازم يكون في تركيا. نعم، إذن هذا الحديث متعلق بالحالات الساخنة. طبعا الحديث السابق كله متعلق بالحالات الساخنة. نعم دكتور، على ما هي إمكانية التأثير على الجانب التركي؟ من أجل نقطتين، النقطة الأولى زيادة عدد الحالات الباردة المسموح بدخولها إلى تركيا، والنقطة الثانية السماح للحالات الساخنة بإدخال مرافق، وخصوصا بالنسبة للأطفال وبالنسبة للنساء. الأمر يرتبط بشقين، الشق الأول هو إدارة المعبر ومكتب التنسيق الطبي في المعبر، في استمرار بالنقاشات، وهو هذا الأمر حاصل حاليا مع الجانب التركي لأجل زيادة الأعداد كما ذكرت، أو السماح بإدخال مرافقين مع الحالات الإسعافية. وحصلت نتائج من هذه النقاشات؟ بفضل الله تم زيادة العدد خلال 10 أيام إلى 20 مريض يوميا، والسماح بإدخال كادر المرافقين الموجود في مكتب الطبي في معبر باب الهوى مع الحالات الإسعافية، مع العلم أن هذا كان ممنوعا لمدة 3 أيام. إذا زيادة الشرح في هذا الأمر وزيادة التأكيد والتعاون مع الجانب التركي ممكن أن ربما إن شاء الله. بالنسبة للنصائح التي توجهونها للمرضى الذين يعني هم بحاجة للدخول للعلاج للأراضي التركية، بالنسبة للمرضى بشكل عام، بداية يعني عدم الانجرار خلف الشائعات التي تساق في مواقع التواصل الاجتماعي حول عمل المكتب الطبي، لدينا رقم استعلامات منشور على العلن، بإمكان أي شخص لديه أي استفسار بإمكانه مراجعتنا في المكتب الطبي أو تواصل معنا على رقم الاستعلامات المباشر. والأمر الثاني يعني موضوع $1,800 بدخلك مرافق مع مريض وكذا، هذا الكلام يعني منتشر بين الناس كثير، يعني منفي أصلا، لا دليل. نعم، إذا يتواصلوا معكم مباشرة على صفحة المكتب الطبي. طبعا، وأحيانا بتصير التسعيرة $2,000 وأحيانا بتصير $1,500 حسب الشائعة. هذا الأمر يعني منتشر، إذا هناك سماسرة يعني يحتالون على الناس. ما بيهمني كم بالمكتب الطبي بموضوع السماسرة خارج المكتب الطبي. نعم، التهمة إذا نحن ننبه الناس، نوضح للناس هذا الأمر. التهمة تأتي مباشرة إلى أعضاء المكتب الطبي، ولكن هذه التهمة لا دليل عليها. الأمر الثاني بالنسبة للمرضى الموجودين في تركيا، عليهم البقاء في تركيا فترة أطول بغية إنهاء علاجهم، وذلك تخفيفا من العبء علينا لأجل ما يزيد العدد علينا. فالمراجعة التركية، المريض يذهب إلى تركيا يتعالج يرجع إلى سوريا خلال شهر أو شهرين ليرجع يطلع مرة ثانية، فهذا الدور عندي مكرر. حاليا نحن نمنع المرضى من العودة إلى سوريا لأجل أخذ دور جديد إلا بعد 6 أشهر. إذن هذا أمر هام جدا، يعني حتى لا يتضاعف الأعداد لنفس الأشخاص. هذا العدد يعني لا نهاية له، إذا كان عندي 1400 مريض بده يطلع على تركيا ويرجع ينزل يأخذ مراجعات، فهذا العدد بصير 2000. فالأولى أن يبقى في تركيا حتى ينهي العلاج، حتى لو استمر أمر سنة أو سنتين. نعم، وهذا الأمر موفر يعني؟ موفر، هناك دور استشفاء كثيرة في الريحانية، يعني لا يفرضون عليه في تركيا الذهاب إلى سوريا، لا يفرض عليه الأتراك أي عودة إلى سوريا، أمر العودة يعني منوط بالشخص المريض أو المرافق. دكتور، بالنسبة لواقع يعني السماسرة الموجودين حاليا والمنتشرين يعني بيكون هن يعني وسيلة الاحتيال على الناس، ماذا تتصرفون معهم؟ هل ألقيتم القبض على البعض منهم؟
للأسف بسبب يعني الوضع الراهن في الشمال السوري وخاصة في الفترة الأخيرة، وتضييق التركي أيضا من دخول السوريين إلى أراضيها، هذا واقع خاصة يعني على المنافذ الحدودية كافة الشرعية وغير الشرعية. ما كان إلا بظن الناس أن المكتب الطبي وحجة وجود المرض هي السبيل الوحيد للخروج إلى الأراضي التركية، فكثر موضوع السماسرة والمحتالين خارج المكتب الطبي والذين يعملون باسم المكتب الطبي، بدءا من عيادات باب الهواء وحتى باب المعبر. ألقينا القبض بفضل الله على العديد منهم، وهناك ضبوط موثقة لدينا في مكتب الأمن الجنائي في المعبر، حيث نقوم بداية عند الشك بأي حالة تزوير أو سمسرة في المكتب الطبي من قبل المريض أو المرافق باستدعاء الأمن الجنائي، حيث يقوم بعض التحقيقات تم اكتشاف العديد من حالات السمسرة للأسف باسم المكتب الطبي. يعني أنا موجود مثلا بخان العسل أو في حريتان أو في الأتارب أو في دار تعزة، في أي منطقة من هذه المناطق، جاء شخص وقال لي أخي أنا أدخلك من المعبر مرافق مع مريض مقابل مبلغ كذا، ماذا أتصرف أنا كمواطن؟ كلامك حاليا موجه لجميع المواطنين حتى يتصرفوا بشكل سريع وبشكل صحيح. أرجو من هذا الشخص يعني موافاتي باسم هذا الشخص فقط وإبلاغي عن هذا الأمر، حيث أين؟ في المكتب الطبي في معبر باب الهواء. في المكتب الطبي يعني ممكن يدخل على المعبر، يعني مثلا في عنا 10 حواجز، يعني معقول يجي على كل حاجة؟ ما في عندك وسيلة تواصل أسهل؟ هناك وسيلة تواصل مثلا، فتك في أمر أنه ميزة المكتب الطبي هو على باب المعبر، لا يوجد أي حاجز، فقط حاجز أول للتفتيش أبداً على باب المعبر. فأي حدا بيقول له أخي أنا بدي الدكتور علاء عموري في عندي موضوع ضروري ممكن لدي يقابلك؟ لدي يومياً 75 مراجع. جيد، بفضل الله. فما في أي مشكلة، نصفهم ما في مرضى أي... ونصفهم حالات ثانية. نعم، ما في أي عوائق. ما لا يوجد أي عائق. إذا بعض أي الناس يأتي إلى بيتي يعني. نعم، أي أخ مواطن يمكن أن يزورك في مكتبك طبعاً، ويقول يعطيك ويبلغ أسماء عن هذا الأمر. يبلغ. ماذا تتصرفون عند ذلك دكتور علاء؟ عند تبليغ مباشرة نتأكد من كلام هذا الشخص ونحضر السمسار. هناك عديد من السماسرة من خلال النيابة العامة الموجودة في هناك محاكم، نقوم باستدعاء هذا الشخص عن طريق المحكمة وإلقاء القبض عليه وتغريمه بالمبالغ التي هو قام بالاحتيال على الناس. إذن يصدر بحق حكم قضائي سجن وغرامة وإلى آخره. طبعا هذا الأمر يحتاج إلى تفعيل، ربما يأتيك بعد عرض هذه الحلقة، ربما يأتيك الكثير من الشكاوى. أهلا وسهلا إن شاء الله، ولهم مكافأة. حياكم الله. أكرمكم الله. جزاك الله خيرا دكتور علاء. الله. مشاهدي الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعنا إلا نشكر حسن متابعتكم، ونشكر الدكتور علاء عموري مدير المكتب الطبي في معبر باب الهواء الحدودي. همومكم اهتماماتنا واقتراحاتكم مواضيع حلقاتنا. تواصلوا معنا على صفحة البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى اللقاء. الواد ما بدي حاصر، خليه حاصير. ولنا معتمدين على الخباز، ورح نعتمد على ايدنا وعلى الزراعة. اجوا التتار وراحوا، اجوا المغول وراحوا، اجوا الصليبيين وراحوا، وبقي أهل البلد في البلد.